انفجار هائل ضرب إيران في الساعات الأولى من يوم أمس وأدى إلى فزع كبير في العديد من الأحياء في العاصمة الإيرانية طهران. وجاءت مباشرة حول هذا الانفجار العديد من البلاغات من المواطنين الإيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل، يتحدثون عن أن هنالك انفجارا إلى غرب طهران. ليس هنالك أي أنباء رسمية حتى هذه اللحظة على الأقل من السلطات الإيرانية حول هذا الانفجار الذي نتحدث عنه. الأحياء الموجودة في الداخل الإيراني التي طبعا سمعت هذا الانفجار بصوت عال وكبير للغاية، بالتوجه الآن إلى العاصمة الإيرانية طهران فقط لنتعرف على مواقع هذه الأحياء التي سمعت هذا الانفجار الذي نتحدث عنه الآن. هي تأتي تقريبا بهذا الاتجاه، وكانت هنالك تقارير عن أن هذه المواقع أيضا سمعت هذا الانفجار الذي نتحدث عنه، بل كانت هنالك صورا قد تمت مشاركتها من قبل أحد المواطنين الإيرانيين أيضا عبر المواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا على تويتر بهذا الشكل. هو نقل هذه الصورة وقال بأن هنالك صدى لانفجار عال للغاية من خلال هذه الصورة وفي الساعات الأولى طبعا بكل تأكيد، وبالتالي بالتوجه إلى هذه الصورة فقط لنأخذ عددا من العلامات التي من الممكن أن تساعدنا في معرفة أين يتواجد هذا الموقع. وبالتالي واضح جدا نحن أمام شارع بهذا الاتجاه ملتوي طبعا بهذه الطريقة، وهذا هو مبنى كما هو واضح، وهنا شارع يأتي في المقدمة طبعا بعد هذه الإشارات، وهنا منطقة مفتوحة كما هو واضح. وبالتالي بالتوجه هو بالعودة إلى القمر الصناعي مرة أخرى لنقترب من هذه المنطقة التي تقع إلى غرب العاصمة الإيرانية طهران بهذا الاتجاه تقريبا، وبالتوجه إلى هذه المنطقة لفقط لنرى طبيعة التوجه والنقطة التي تحدث عنها هذا الشخص الذي طبعا صور هذه الصورة. بالتوقف بهذا الاتجاه وبالتفافة بسيطة، هي تأتي باتجاه غرب العاصمة الإيرانية طهران. طبعا واضح جدا بأن هذا الطريق أصبح واضحا، وهذا هو المبنى، هذا هو الطريق، وكذلك هذه المساحة المفتوحة، وبالتالي هذا هو اتجاه غرب العاصمة الإيرانية طهران. لم يكن أحد يعرف ما الذي جرى فعلا وأين تم هذا الانفجار، إلى درجة أن البلاغات ذهبت وبدأت تتحدث بأن الانفجار هو أبعد من هذه النقطة بحسب عدد من المصادر الداخلية الإيرانية، وقالوا بأن هذه المنطقة التي يتحدثون عنها هي ليست بهذا الاتجاه، بل هي قريبة من هذه المنطقة التي تبعد على مسافة 6.7 كيلومترا من الموقع الذي تحدثنا عنه، وهو طبعا هذا الموقع هو أكاديمية أمين للشرطة. ولكن المشكلة، لماذا من الممكن أن يكون هنالك انفجارا في هذه المنطقة؟ غموض كبير جدا، ولكن الخبر اليقين كان قبل ساعات من الآن حول طبيعة الموقع الذي تعرض إلى هذا الانفجار، والذي جعل طهران تهتز بسبب هذا الانفجار الذي سنتحدث عنه الآن. الانفجار وبشكل غريب للغاية هو بعيد وليس بالقريب أبدا من هذه المنطقة، ولكن شدة الضربة وشدة صدى الانفجار هي التي أدت لهذه الاهتزازات أن تأتي بهذا الشكل. هي تأتي طبعا المنطقة بهذا الاتجاه تقريبا الذي ترونه بهذا الشكل، وهذه العاصمة الإيرانية طهران، المنطقة التي نتحدث عنها تبعد ما يقارب 44 كيلومترا بهذا الشكل، وبالتالي هي التي أدت إلى هذا الانفجار الكبير وبهذا الصوت الكبير الذي نتحدث عنه بالاقتراب من هذه المنطقة تقريبا التي أشرنا إليها الآن. وبالاقتراب طبعا سنلاحظ بأننا أمام هذه المنطقة، وتحديدا هذا المجمع هو الذي تعرض إلى الانفجار، والذي كانت طبعا هنالك صورا كثيرة جدا قادمة الآن قبل ساعات من القمر الصناعي توضح، إذا ما أخذنا العلامات فقط لنطابق، فإن هذا المبنى هو الذي تعرض إلى الانفجار. وهذا مجمع مهم جدا، هو مجمع متعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وهو مجمع شهيد همة الصاروخية المهم للغاية. صور القمر الصناعية التي كانت حاضرة لهذا الموقع بالتوجه إليها، فهذه الصورة كما تلاحظونها هي صورة مطابقة تماما بالإشارات التي أخذناها لهذا الموقع، وهذا هو المبنى. هذه الصورة من القمر الصناعي هي من الأول من يونيو مباشرة، وبشكل مثير إن لون هذا الموقع قد تغير تماما، وواضح بأن هنالك انفجارا في 11 يونيو، وليس كما نتحدث الآن بالتقارير التي هي وردت بهذا الاتجاه. واضح جدا التغير في اللون بهذا الشكل كما تلاحظون، بأن هذا الموقع تعرض إلى هجوم، ولكن لم يكن هنالك أحد ولم يسمع أحد أو يعطي تقاريرا عن الموقع الذي تعرض إلى هذا الهجوم. ولكن المثير أن الواضح بأننا كنا أمام هجوما وانفجارا آخرا تعرض له هذا الموقع بهذا الاتجاه كما تلاحظون، بأن هنالك تغيرا في
في اللون أصبح أكبر كما تلاحظون من الصور الأولية المحدثة من الأقمار الصناعية التي وردتنا قبل ساعات من الآن. وبالتالي هذا الموقع فعلا هو الموقع الذي استهدف بهذا الشكل، وهذا الموقع هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إلى هجوم بهذا الشكل أو إلى انفجار غامض. عادة لا يعرف ما هو السبب ولماذا جاء هذا الانفجار. كان هنالك هجوما أساسا جاءت بصور محدثة من الإيميج سات انترناشنال وثقت عملية انفجار كبير قد تم في هذا الموقع العام الماضي، وتحديدا في 27 سبتمبر الماضي. وجاءت الصور محدثة كما تلاحظون، الصورة مطابقة تماما للإيميج سات انترناشنال، كان قد ضرب كما تلاحظون بهذا الشكل، ولم يعرف أحدا ما الذي جرى في هذه العملية، هل هي كانت مفخخة أو غيرها. البعض وجد بأنها عبوة قد تم زرعها في هذه المنطقة وأدت إلى هذا الانفجار الكبير. ولكن هنالك تفاصيل متعلقة بالهجوم الذي نتحدث عنه الآن، هي وردت بتفاصيل كاملة كيف تم هذا الهجوم الذي نتحدث عنه في الساعات الأولى من يوم أمس. هي قد نشرت طبعا بشكل واضح من قبل صحيفة القبس الكويتية، هي التي نشرت التفاصيل كاملة مما جرى بهذا الهجوم الذي نتحدث عنه، والذي يأتي إلى تقريبا غرب طهران أو جنوب غرب طهران. تحدثت بأن الهجوم قد تم بطائرات مسيرة مفخخة، وهذه الطائرات المسيرة هي ليست من نوعية الطائرات المسيرة الموجودة في الداخل الإيراني أبدا، بل هي قادمة من الخارج وقد دخلت إلى إيران على شكل قطع، وتم تجميعها من عدد من العناصر الإيرانية تحديدا. جمعت هذه القطع لهذه الطائرات المسيرة، جهزتها وقامت بالهجوم من على مسافة 10 كيلومتر من هذا الموقع الذي نتحدث عنه. ليس واضحا حتى هذه اللحظة من أين انطلقت هذه الطائرات، لكن المساحة مفتوحة وسهل جدا، وممكن توقع أي منطقة بأي لحظة أن تقوم بهذا الهجوم الذي نتحدث عنه بكل تأكيد، وأصابت هدفها. وكذلك صحيفة القبس الكويتية تحدثت بأن هذا الموقع وهو مجمع شهيد همة الذي نتحدث عنه هو مركز للأبحاث الذاتي أو للاكتفاء الذاتي. هذا المركز هو معني بشكل مباشر في عملية دراسة الصواريخ ووضع بحوث على الصواريخ قصيرة المدى والصواريخ البالستية، كذلك هو الذي تعرض إلى هذا الهجوم بكل تأكيد. المثير بهذا الأمر أن بعد ساعات من هذا الهجوم الذي نتحدث عنه، قد تكون ب6 إلى 7 ساعات، فجأة كان هنالك سقوطا لإحدى الطائرات العسكرية في الداخل الإيراني وفي العمق الإيراني مباشرة، وكانت الصور قادمة. أحد الأشخاص قام بتصوير هذه الطائرة العسكرية التي سقطت بهذا الشكل، لم يؤدي الأمر إلى مقتل أحد، كان هنالك طيارا ومساعده لم يقتلوا أبدا، بل هم قفزوا بمقعديهما ونجوا من هذه العملية الخطيرة للغاية. وهذه طبعا الطائرة التي نتحدث عنها العسكرية التي سقطت هي من نوع F-14 توم كات، هي التي سقطت وكانت في مهمة تدريبية كما جاءت السلطات الإيرانية وتحدثت في هذه المسألة بكل تأكيد. هذه الطائرة قد تبدو طائرة قديمة أمريكية الصنع وأنها سقطت، وهذا أمر متوقع، ولكن المشكلة الحقيقية لهذه الطائرة بأنها سقطت في أصفهان، وقبل أقل من شهر وخلال أقل من شهر في 24 مايو تحديدا كان هنالك سقوطا لطائرة عسكرية بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب، ولكن هي كانت من نوع F7 وسقطت على بعد 200 كيلومتر من أصفهان باتجاه نقطة أخرى يطلق عليها أنارك. سقطت الطائرة العسكرية وقتل الطيار ومساعده بشكل غامض. كثيرة هي الأمور الغامضة، بل إنها جاءت متزامنة هذه الأحداث التي ذكرتها لكم مع قضية قد جرت في هذه المنطقة التي تأتي إلى شمال غرب إيران، وهذه المنطقة هي مراغة. هذه المنطقة تحديدا كان هنالك عملية وفاة غامضة قد أعلن عنها الحرس الثوري الإيراني والداخل الإيراني إلى هذا الملازم وهو وهاب فرامازيان. هذا الرجل هو أحد العناصر المهمة جدا في الوحدة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشكل غامض. قالوا بأنه توفي في هذه المنطقة التي ذكرناها ألا وهي مراغة، وقد يبدو أيضا أمرا طبيعيا بأنه توفي لمرض أو لغيرها من هذه الأسباب. لم يوضحوا الأسباب بكل تأكيد، ولكن عملية إعلان وفاته هي تأتي بعد أسبوع واحد فقط من إعلان عنصرين آخرين في الوحدة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وهما محمد عبدوس
وكذلك علي كماري. وبالتالي هنالك بشكل واضح، وهذه الأمور أصبحت واضحة، بأن هنالك استهدافا خطيرا جدا للبرنامج الصاروخي الإيراني، وأن الأمور لم تعد متعلقة فقط في البرنامج النووي الإيراني، والظروف يبدو بأنها تصبح أصعب وأصعب في الداخل الإيراني الآن. فهنالك أيضا عقوبات أمريكية كبيرة للغاية، واضح جدا وزارة الخزانة الأمريكية في 16 يونيو أي الخميس الماضي كانت هنالك عقوبات قد فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، وهي تحدثت بشكل مباشر وعاقبت بشكل مباشر شركات للبتروكيماويات إيرانية موجودة في الإمارات العربية المتحدة وفي الصين، وهي تحاول من عملية مناورة ومراوغة العقوبات الأمريكية، ها هم يعاقبونها. وأن هنالك تفاصيل جديدة كانت وهي قادمة فعلا، قد نشرت اليوم من قبل الفرانس بريس، تتحدث بأن التضخم وصل إلى مراحل عالية للغاية وبدأ يؤثر بشكل مباشر على المواد الرئيسية الموجودة في الداخل الإيراني، إلى درجة بحسب الفرانس بريس طبعا من مصادر إيرانية قد نقلت بأن هنالك ارتفاعا في أسعار اللحم الأحمر بنسبة 50%، كذلك الدجاج والحليب. بحسب هذا التقرير تحدثت بأنه قد تضاعف وتضاعف السعر، أي في اثنين تضاعف تماما، وأن هنالك حتى الاسباجيتي أو المعكرونة هي قد أصبحت وتضاعفت بنسبة 3 مرات، أصبح السعر بالضعف في 3 مرات من دون أي عملية تحسن في الرواتب أو غيرها، وحتى أن الوظائف فيها مشكلة حقيقية. وكذلك زيت الطبخ هو تضاعف ل4 مرات، أصبح بالضعف ل4 مرات، وهذه طبعا مشكلة كبيرة جدا وبسرعة كبيرة جدا في ظل هذه الظروف، تؤدي إلى تظاهرات، وهي تفسر تماما التظاهرات التي انفجرت في الداخل الإيراني، ولا زالت هي بهذا الشكل، أضرابات كبيرة جدا وخطيرة تأتي في المحال في داخل إيران في أصفهان وغيرها، بل إن الأمر الآن وصل وتعدى إلى تظاهرات الموجودة في العاصمة الإيرانية طهران. ستلاحظون هذا المقطع القادم الآن إلى سائقي للحافلات لسيارات الأجرة، وهم طبعا يتظاهرون ويضربون عن عملهم بسبب هذه الأمور البسيطة التي تأثرت بكل تأكيد من العقوبات وتضييق المسافات طبعا على إيران. وبالتالي قد يبدو أن إيران وكأن إيران قد ترتخي الآن، قد تؤدي إلى عملية تنازل، قد تتنازل إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتقبل بالشروط المفروضة عليها. ولكن في نفس الوقت من جهة أخرى، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي تدرس مسألة بأن علينا بقاء الدبلوماسية، وحتى هذه اللحظة خيارات الدبلوماسية وإن كانت صعبة هي لا زالت حاضرة ولا زالت موجودة، والولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن إنجاحها من خلال هذا الضغط الذي نتحدث عنه، وذلك لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تتعرض إلى ضغوط قادمة ليست من إيران وليست من أي دولة أخرى، ولكن من روسيا. روسيا رغم كل الضغط إلا أنها هي من بدأت الآن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بتفاصيل جديدة عن ضربة عسكرية روسية تمت في الشرق الأوسط ضد إحدى القواعد الأمريكية الموجودة طبعا في الشرق الأوسط. التفاصيل كانت قادمة من الوول ستريت جورنال، تحدثت عن عملية ضربة روسية رسمية تمت بطائرات حربية روسية، وهذه التفاصيل طبعا جاءت من الوول ستريت جورنال من مسؤولين أمريكيين قالوا بأن طائرتين حربيتين روسيتين هي من نوعية السوخوي 35 والسوخوي 24 قامت بمهاجمة قاعدة التنف التي تقع على الحدود وعلى المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، وهي تعتبر منطقة 55 كيلو، كانت منطقة قريبة من قاعدة التنف، وهي طبعا قريبة وتعتبر من النقاط المهمة للولايات المتحدة الأمريكية لهذه القاعدة المهمة، هي التي تعرضت إلى الضربة بعد أن قامت روسيا بإبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستضرب هذه النقطة تحديدا قبل أن تقوم طبعا بالضربة التي سنتحدث عنها الآن. وهذه الضربة الولايات المتحدة الأمريكية عادة هي تدرب عناصر مغاوير الثورة في هذه القاعدة من أجل محاربة تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من هذه التفاصيل، وهم معادين طبعا إلى نظام بشار الأسد بكل تأكيد. هذه الضربة جاءت وجاءت ساحقة للموقع الذي استهدفته بكل تأكيد، وكانت هنالك صورا قادمة من الأقمار الصناعية بهذا الشكل كما تلاحظون. المنطقة هي ليست واضحة، ولكن سيكون هنالك تغيرا كما تلاحظون للضربة الحديثة التي طبعا
تمت مؤخرا في 25 يونيو تقريبا بحسب التقرير الذي ذكر من قبل الوول ستريت جورنال بالتوجه إلى القمر الصناعي فقط لنتعرف إلى هذه المنطقة. بكل تأكيد هنا كما تلاحظون العراق الأردن وهذه هي سوريا، هذا هو المثلث الحدودي كما تلاحظون. دعونا نقترب قليلا من قاعدة التنف فقط لنراها، هذه القاعدة التي تتواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مكثف تقوم بتدريبات عالية. دعونا ننسحب الآن من القمر الصناعي فقط لنرى أين هذه المنطقة، المنطقة طبعا التي هي ضربت من قبل القوات الروسية، فهي طبعا تأتي بمنطقة تقريبا تأتي بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه في هذه المنطقة تقريبا التي تبعد ما يقارب 33 كيلومترا، أي هي من ضمن الحدود الخاصة بهذه القاعدة الولايات المتحدة الأمريكية بالاقتراب بالقمر الصناعي بسرعة فقط لنرى هذا الموقع الذي ترونه بهذا الاتجاه من خلال الصور المحدثة من الأقمار الصناعية لهذه الضربة. سنلاحظ أن هذا الموقع هو الموقع الذي ضرب بكل تأكيد، ولاحظ بأنه هو موقع وحيدا ومنفردا. وقد يتساءل البعض لماذا هذا الموقع يضرب، قد تكون هنا بكل تأكيد أمام رسائل مغاوير الثورة قامت بنشر طبيعة هذا الموقع الذي ضرب بهذا الشكل. واضح بأنه دمر دمارا كاملا من خلال هذه الضربة، وكانت هنالك تصريحات قادمة من قائد القيادة المركزية الوسطى الأمريكية إريك كوريلا الذي أكد بأن هذا الأمر خطير وخطير للغاية، وقال نسعى لتجنب أي خطأ في الحسابات أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى نزاع غير ضروري، وهذا يبقى هدفنا. ولكن تصرفات روسيا الأخيرة كانت استفزازية وتصعيدية، هذا على مستوى الشرق الأوسط. المثير بأن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مشكلة أيضا مع روسيا الآن جديدة، جاءت هنالك صورا بهذا الشكل كما تلاحظون إلى سفن إنذار روسية تستعد للقيام بعملية هجوم على المستوى الأوكراني كما تلاحظون هنا. هذه هي سفن الإنزال، هذه التي تستخدم في عملية الهجمات عبر المياه والهجمات البرمائية أو غيرها. وهنا كما نلاحظ بأن هنا مبنى بارز للغاية، دعونا نستفد من وجود العلامات فقط لنعرف ما الذي يعنيه هذا التحشيد طبعا الروسي الذي يأتي بهذا الاتجاه. وبملاحظة أيضا وبأخذ بأن هذا المبنى مبنى كبير لا بأس به، سقفه طبعا يأتي مميزا بهذا اللون، وكذلك مبنى كبير باللون الأبيض، قد تكون كافية لنا لمعرفة ما الذي يعني هذا التواجد بالنسبة إلى روسيا، هذا التواجد بالتوجه مباشرة إلى القمر الصناعي لأخذ هذه العلامات من هذا الفيديو الذي صور يوم أمس. سيوضح لنا تماما بالتوجه، هذه هي أوكرانيا بالتوجه إلى شبه جزيرة القرم، ومع مطابقة هذه العلامات التي نتحدث عنها وبالاقتراب من هذه المنطقة قليلا فقط لنرى هذه السفن الجديدة التي هي طبعا سفن الإنزال الخطيرة للغاية. وبالالتفاف قليلا بهذا الاتجاه سنلاحظ بأننا أمام نفس العلامات تماما التي نتحدث عنها، هذا هو المبنى باللون المميز الذي تحدثنا عنه، وهذا هو المبنى الأبيض، وهذا هو المبنى المرتفع الذي أشرنا إليه، وطبعا سفن الشحن وسفن الإنزال عفوا هي موجودة بهذا الاتجاه للقوات الروسية. وما الذي يعني هذا؟ هذا يعني بأن روسيا هي لن تكتفي بشرق أوكرانيا وأقليم دونباس، لا أبدا، هذا يعني بأن لديها هدف ولديها هجوم قادم. ولكن أين يا ترى هذا الهجوم الذي سنتحدث عنه الآن؟ الهجوم القادم بهذا الاتجاه، واضح التحشيد يأتي بهذه المنطقة التي تحدثنا عنها بأن الهجوم سيطال أوديسا، هذا هو الواضح من طبيعة هذا التحشيد. وبالتالي روسيا تعطي تحديا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة، ليس فقط في أوكرانيا وإنما أيضا في الشرق الأوسط، وقد يعني بأننا أمام تطورات كبيرة جدا في الفترة القادمة. وقد يعني هذا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مستعدة للتنازل من أجل التركيز على ما يجري مع روسيا وأيضا مع الصين.